وسط البحر الهايج وأنا ساير وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر إلى بيت صيدا حتى يكون قد صرف الجمع. وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي. ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده، ورآهم معذبين في الجزر. ورآهم معذبين لأن الريح كانت ضدهم. ونحو الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر، وأراد أن يتجاوزهم. فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا، فصرخوا لأن الجميع رأوه واضطربوا. فللوقت كلمهم وقال لهم: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا، ثقوا، لا تخافوا، أنا هو، لا تخافوا. فصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح، فبهتوا وتعجبوا في أنفسهم جدا إلى الغاية. وسط البحر الهايج وأنا ساير، تضربني أمواجه تجعلني حاير، ويسوع أبدا ما تركني، ويسوع أبدا ما تركني، ده أنا مش بشوفه من ضعف إيماني، ده أنا مش بشوفه من ضعف إيماني، يسوع لما رآني أسرع إلي في يأسي وظلامي، نور عيني لما شفته، صرخت ارحمني، لما شفته صرخت ارحمني، جه أنقذني واتحنن عليا، جه أنقذني واتحنن عليا. صوت رياح مخيفة تزعج أذاني، هول الليل
طرق أجفاني والنعاس الهادي قد فارق أجفاني. يسوع لما رآني أسرع إلي في يأسي وظلامي نور عيني لما شفته صرخت ارحمني لما شفته صرخت ارحمني جه أنقذني وتحنن عليا جه أنقذني وتحنن عليا. أخذت المجدفة جدف خابت أمالي ضعفي وعجزي وجهلي زود أحزاني ويسوع عالشاطي شايفني ويسوع عالشاطي شايفني انت تيجي يا ربي وترد لي سلامي انت تيجي يا ربي وترد لي سلامي. يسوع لما رآني أسرع إلي في يأسي وظلامي نور عيني لما شفته صرخت ارحمني لما شفته صرخت ارحمني جه أنقذني واتحنن عليا جه أنقذني واتحنن عليا. غرقان ويائس وأملي مقطوع جيت ليسوع حبيبي أذرف له الدموع لما رآني عطف عليا لما رآني عطف مسح لعنايا مد ايده الحلوه ومسح لعنايا. يسوع لما رآني اسرع الي في يأسي وظلامي نور عيني لما شفت لما شفته صرخت ارحمني جه أنقذني واتحنن عليا جه أنقذني واتحنن